لأن الناس الآن بيقعدوا في الله، المأزوم بيجي يقعد والشهود بيجي يقعدوا وبيقعدوا على سنة الله ورسوله وبيخلوا السنة دي في الطرابيزة. ده الواقع الآن، يعني ده الواقع، بيخلوا باعتبارا بيبدوا يعني عقدوا طلعوا المهر 50 جنيه بورب هناك بتحت الطرابيزة جايب لها 50 مليون، الصالة مؤجرة ب يعني لو حتمسك لك البيت 80 مليون، دي حتمسك لي الولد، مش دي تجيب له عربية تعيشه.